خص هاد الاولاد المكفوفين ما كيشوفوش وضايعين، عندهم طواليط خاسره، عندهم الدار فاسقه كتخطر، عريانين ما عندهم لا فراش لا غطا. كنطلب من الله ومن المحسنين يعاونونا باش ما نسخاهم الله. الثلاجه خاويه وخاسره، غير انا وخوهم اللي راه ديال المصاريف، انا اللي كبرت وعييت، وتنطلب من الله ومن المحسنين يعاونونا ويشوفوا من حاجه هاد الدراري المكفوفين. راه ما عندهم لا عتيق ولا رحيم من غير الله تبارك وتعالى. راه من 2004 اللي خوهم دار الطريب على لاكريما باش يعاونهم سيدنا، وباقي ما بان لهم حتى شي حاجه.